السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في ضيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا ونبدأ مع صحيفة الأيام والتي نشرت على صدر صفحتها لهذا اليوم إقرار مبادرة سموه للاحتفال بيوم الضمير في اليونسكو. أمانة العاصمة تعلن انتهاء أعمال هدم بناية الكويتي. أكثر من 2 مليون عدد سكان مملكة البحرين في عام 2030. انتقادات وغضب تجاه انتهاكات قطر لحقوق العمال الأجانب. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت دعوة إلى منتدى وطني لبحث تحديات ما بعد كورونا، جمعية مصارف البحرين، المحكمة المالية والمصرفية سترى النور قريبا، جسر الملك فهد، اكتمال مشروع البوابات الجديدة، وإلى صحيفة الوطن والتي بيّنت في أولى صفحاتها خبراء في ندوة الوطن إعادة هيكلة الاقتصاد تحتاج حوارا وطنيا شاملا سفير واشنطن الإجراءات الاحترازية تبقي معظم الأمريكيين في مملكة البحرين وأخيرا وليس آخرا مع صحيفة البلاد والتي استهلت التعلم عن بعد ركن أساسي بالعام الدراسي المقبل النعيم لصحيفة البلاد الاستعدادات جارية بالتنسيق مع الفريق الوطني في ضوء توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الدائمة إلى حل مشكلة المواطنين العالقين في الخارج وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا نشرت صحيفة الأيام إلى أنه تم إعادة المواطن البحريني صالح علي يوم أمس إلى أرض الوطن من الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك استجابة من سموه لمناشدة ذوي المواطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضه لأزمة صحية قال وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي لصحيفة البلاد قال إن الوزارة تستعد لانطلاق العام الدراسي المقبل واستكمال جميع متطلباته المادية والبشرية والفنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات مشيرا إلى أن التعلم عن بعد سيشكل ركنا أساسيا من المنظومة التعليمية في العام الدراسي المقبل هذا ونقرأ مقالا للدكتور محمد مبارك جمعة والذي جاء بعنوان كوفيد-19 فرصة لتقدير النعمة والحياة إلى أبرز سطور هذا المقال ما الذي فعله فيروس كورونا كوفيد-19 بنا وبالعالم أكمل؟ لقد غير معالم الحياة وأوقف الروتين اليومي وقضى على أغلب الفعاليات والأنشطة التي اعتدناها كوفيد-19 منع التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية فتجمعات الأفراح والأحزان توقفت كوفيد-19 جعل الخروج من المنزل مرتبطا بالضرورة وفي بلدان أخرى منع الخروج من المنزل تماما كوفيد-19 جعل من الاقتراب من الآخرين خطرا محدقا يتهدد حياة البشر وفرض مسافة وباعد بين الناس كوفيد-19 جعل الشوارع والممرات خاوية على عروشها وامتد ليغلق المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال والحضانات الأطفال قابعون في المنازل طوال اليوم علينا أن نسأل أنفسنا أليس في كوفيد-19 درس في تقدير الحياة والشعور بالنعمة أو ليس في كوفيد-19 مناسبة مواتية للإحساس بالسعادة التي كانت تغمرنا جميعا قبل أن يعم الوباء فهل سنعي ذلك جيداً؟
لفتت صحيفة الأيام أن جمعية المرصد لحقوق الإنسان أصدرت تقريراً حقوقياً يوثق جميع التشريعات والإجراءات والجهود التي قامت بها مملكة البحرين لمواجهة فيروس كورونا، إذ تضمن تجميعاً وتحليلاً لأبرز التشريعات والإجراءات والجهود التي بذلتها جميع السلطات والمؤسسات والأفراد بشكل يبقى شاهداً على العصر للأجيال القادمة. كشف الرئيس التنفيذي لمنصة دكتوري السيد أحمد محمود كشف لصحيفة أخبار الخليج أن المنصة أصبحت قادرة على تقديم الوصفات الطبية الافتراضية بعد حصولها على ترخيص من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نخرة. وبخط قلم سمر الأبيوكي نقرأ مقالا في صحيفة البلاد والذي جاء تحت عنوان في انتظار نموذج ابتكاري تسويقي خاص. إلى المقال. كنا بحاجة حقيقية إلى مثل جائحة كورونا لإعادة الموازين إلى نصابها، ورغم ثقل الفترة إلا أننا جميعا اكتشفنا الكثير من القدرات الشخصية المهملة وطرق التفاعل الإيجابي الواضح بيننا وبين الآخرين حتى من خلال شاشات الهاتف أو الحواسب. في الأسبوع الماضي أقامت جامعة البحرين منتدى عن بعد يقيس فرص التنمية في ظل تحدي كورونا، وما بعد هذا التحدي ما جعل لزاما علينا أن نفكر أكثر في كيفية استخدام التكنولوجيا وعلوم العصر. فقد أغنى منتدى واحد أقيم عن بعد عن الكثير من التحضيرات وصرف الميزانيات العامة وأخذ الكثير من الوقت في التوجه إلى مقر انعقاد المؤتمر، كل ذلك تلاشى بضغطة زر واحدة أصبحت بها مع الآخرين في نفس الشاشة لمناقشة مواضيع قيمة. إنها فرصة حقيقية لاستثمار مهاراتنا مع ما يتوافق مع هذا التحدي، فعلوم الحاسوب والفضاء وغيرها من أمور التكنولوجيا هي المسيطر الحقيقي حاليا على الأوضاع، قد نستطيع استغلالها لنصل بها لما يسمى بركب الدول المتقدمة. هذا وأشار السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين جاستن سيبريل في تصريحات لصحيفة الوطن، أشار إلى أن الرحلات الجوية بين مملكة البحرين وأمريكا لم تنقطع من خلال نقاط الترانزيت، موضحا أننا لم نجد أنه من الضروري إجلاء أي أمريكي من مملكة البحرين. كتب فيصل الشيخ مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان ما بعد كورونا والأضرار المتوقعة على الناس. إلى المقال. الناس تتابع بشكل يومي ما يحصل من تطورات على مستوى العالم بشأن جائحة فيروس كورونا. اليوم قد نرى حراكا متنوعا ما بين دراسات أو ندوات أو مناقشات أو برامج حوارية وحتى تنجيمات وتخمينات وتوقعات، كلها تحاول استشراف مرحلة ما بعد كورونا وكيف سيكون شكل العالم بعدها. في المرحلة الثانية أي مرحلة أثناء كورونا تابعنا التأثيرات التي حصلت على الدول والمجتمعات، كيف تضررت الاقتصاديات وكيف تضرر البشر وكيف زادت البطالة في دول وكيف زادت الديون وغيرها من أمور أثرت بشكل كبير على الناس ومعيشتهم. وعليه مرحلة ما بعد كورونا قد نشهد أضرارا أكبر وتداعيات أكثر، ولذلك فإن مسارعة كثير من الدول لاستعادة ولو جزء أكبر من نمط الحياة السابقة أمر مبرر تماما، حتى لو كان على حساب المخاطرة بفرض التعايش مع المرض كخيار. في البحرين وبحسب ما نراه من أسلوب تعامل مع الظاهرة نجد أن حماية الناس هي الأولوية في كل شيء، وعليه فإن كل الأمل بأن مرحلة ما بعد كورونا إن كانت ستشهد تغييرا في الأساليب
والعمليات والسياسات نأمل بأن تكون بطرق تبعد الضرر عن الناس وتحمي معيشتهم، وهذا هو التحدي القادم. هذا ونشر الصحيفة الوطن في صفحتها الأخيرة صورة تتحدث عن استمرار حملات التوعية للعمالة الوافدة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا. إلى الأخبار المنوعة، ونبدأ مع صحيفة الأيام ونقرأ منها أن فريق العمل التحضيري للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أقر مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخاصة باليوم الدولي للضمير، وذلك في مبادرة دولية غير مسبوقة تبناها سموه رعاه الله، وكانت موضع تقدير واحترام جميع الدول المشاركة في هذا الاجتماع. وبقلم عطاء الشعراوي نقرأ مقالا تحت عنوان احتفال اليونسكو بمبادرة سمو رئيس الوزراء لليوم الدولي للضمير، فإلى المقال. في إنجاز دولي مهم وجديد يعكس مدى الأهمية الكبرى والقيمة الاستراتيجية العليا لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر لليوم الدولي للضمير، أجازت اللجنة التحضيرية للمجلس التنفيذي لليونسكو بتوافق الآراء مشروع قرار تقدمت به البحرين وتبنته المجموعة العربية يدعو اليونسكو للاحتفال باليوم الدولي للضمير في 5 أبريل من كل عام. جاءت هذه الخطوة لإيمان كل وفود اللجنة بما يشكله الاحتفال باليوم العالمي للضمير من ضرورة، وإدراكهم التام بأن مبادرة سمو رئيس الوزراء تمثل خلاصا مثاليا ومتكاملا لأزمات تتفاقم دون حلول في ظل غلبة الأنا وانعدام التعاون الدولي. إن هذا الإنجاز يجسد الرؤية الشمولية الثاقبة للأمير خليفة بن سلمان وقدرته الفائقة على قراءة معطيات اللحظة الراهنة ومتطلبات الوصول للمستقبل المنشود، كما يؤكد أن سموه يولي العالم أجمع اهتماما كبيرا ويسعى بكل قوة لأجل عالم يسوده السلام والوئام والاستقرار. هذا ونقل الصحيفة الوطن إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار أعلنت عن مبادرة جديدة تتيح للفنانين والمدربين التواصل مع الجمهور وعرض خبراتهم ومهاراتهم في مجال الفنون والإبداعات بمختلف اتجاهاتها عبر أثير المنصات الإلكترونية لهيئة الثقافة والآثار. في تصريح خاص لصحيفة الأيام بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، أكد مصدر مسؤول في بنك الدم المركزي إلى أن عملية التبرع بالدم في مملكة البحرين في ازدياد مقارنة بالسنوات الماضية، لافتا إلى أن المعدل السنوي لعدد المتبرعين بالدم في مملكة البحرين يبلغ 25,000 متبرع سنويا. نشرت صحيفة أخبار الخليج إلى أن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أعلنت عن اكتمال مشروع البوابات الجديدة وإزالة البوابات القديمة، لتبدأ بذلك المرحلة الأولى من الدفع الآلي الشامل في بوابات الرسوم بالجانبين السعودي والبحريني. لفت الصحيفة أخبار الخليج إلى أن الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين الدكتور وحيد القاسم كشف إلى أن التعاون بين الجمعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء بشأن تشكيل محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية وصل إلى مراحل متقدمة،
مضيفا إلى أن إنشاء محاكم مالية متخصصة تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز مالي متطور في المنطقة. خلال زيارة قام بها إلى وكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع، لفتت صحيفة البلاد إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف أكد أن الوزارة ماضية في جهودها الرامية للمحافظة على الموارد الوراثية النباتية، منوها إلى التركيز على مضاعفة حجم الإنتاج خلال السنوات المقبلة مع ضمان استدامة تلك الموارد للأجيال القادمة. هذا وبين صحيفة البلاد إلى أن مواطنين رصدوا بمقاطع فيديو نشرت في شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة كبيرة من قناديل البحر في جنوب مملكة البحرين، حيث استبشر الصيادون بموسم سمكي وفير خصوصا للشعر والصافي. يبدو أن سلسلة فضائح قطر في تمويل الإرهاب والرشوة مستمرة ومتصدرة في طيات الصحف العربية والأجنبية، حيث نقلت صحيفة الأيام عن نيوزويك الأمريكية بأن المستشار المختص في الأمن القومي الأمريكي أكد بأن قطر الملاذ الآمن لإرهابيي القاعدة وطالبان والممول الرئيسي لإيديولوجية جماعة الإخوان وحماس، وحذر من جماعات الضغط التي تدعمها قطر. وبقلم الكاتب إبراهيم نور نقرأ مقالا في صحيفة الأيام والذي جاء بعنوان إلى متى في الشارع المعاكس، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. مرت قبل أيام الذكرى 3 على اتخاذ الدول الأربع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومصر قرار قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب سياساتها العدوانية ومؤامراتها المستمرة وتدخلها في شؤونها الداخلية ودعمها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة وترويج الفتن والاضطرابات في العديد من الدول العربية الأخرى. لا شك أن مملكة البحرين هي من أكثر الدول التي تضررت من هذا النظام من خلال سلسلة من التجاوزات لزعزعة أمنها واستقرارها والتدخل في شؤونها والتصعيد الإعلامي ضدها وفتح قنواتها للجماعات المرتبطة بإيران لبث الفرقة وتشويه الحقائق. من الواضح أن النظام القطري بتقربه أكثر وأكثر من النظامين الإيراني والتركي وتمسكه بمواصلة دعمه بجماعة الإخوان المسلمين يحكم على نفسه باستمرار العزلة، كما أن مراهنته على الدعم الخارجي من بعض الدول الكبرى التي تستفيد من هذه الأزمة ولا تراعي إلا مصالحها لن تنجح في فك عزلتها والحفاظ على أمن واستقرار الشعب القطري. كما أكد مدير برنامج الدراسات الاستراتيجية والدولية بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات الدكتور أشرف كشك لصحيفة أخبار الخليج إلى أن قرار الدول الأربع بمقاطعة قطر في 5 يونيو لعام 2017 لم يأتي من فراغ، وإنما ارتكز على أسس محددة ابتداء بسياسات قطرية ممنهجة استهدفت تهديد أمن دول الخليج العربي، وانتهاء بعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض الموقع في 17 من شهر أبريل لعام 2017.
شيء آخر عن قطر بهذا العنوان كتب الكاتب فريد أحمد مقالا في صحيفة الوطن، تحدث فيه حول سياسة قطر في نشر الأخبار المسيئة. كشفت وسائل أمريكية قبل يومين عن رفع دعوى قضائية في نيويورك تتهم قطر بتمويل سري لهجمات إرهابية قتلت أمريكيين وإسرائيليين. هذا الخبر لم يفرح الدول الأربع ولم يدفعها لنشره بصيغة الشماتة كما يفعل الإعلام القطري عند نشره أخبارا عن وفاة أطباء في مصر بسبب فيروس كورونا كوفيد-19 مثلا، أو غيرها من أخبار أغلبها من إنتاج الذباب الإلكتروني. أما السبب فهو أن مثل هذا الخبر يسيء للشعب القطري الذي لا ترضى الدول الأربع أن يصاب بأذى، فالخلاف ليس معه وإنما مع السلطة في بلاده، والتي تؤكد يوما في أثر يوم تورطها في قضايا الإرهاب. التدقيق في صياغة قطر للأخبار ذات العلاقة بالدول الأربع وصياغة هذه الدول للأخبار ذات العلاقة بقطر يكشف الفارقة بين أخلاق الفريقين. وإلى فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.